ايه ده فراولة؟ يا محاسن الصدف. هي فين محاسن دي؟ وبعدين ليه صدف؟ ليه ما تقولش ان القدر حاططني قدامك عشان اعلمك حاجة اكسب فيك ثواب مثلا؟ انا برضو اللي محتاج اتعلم حاجة. انت محتاج تتعلم حاجات كتيرة قوي. كفاية انك انت عايش في ام وكابت نفسك وكابت كل الناس اللي حواليك. انت كاره البهجة يا اخي. ام والله على الاقل الامم اللي عايش فيه ده هو الحقيقة. حقيقة ايه؟ ومين قالك ان الناس عايزة الحقيقة؟ الناس عايزة اللي يطبطب عليها، اللي يجبر بخاطرها، اللي يطمنها. الناس مخنوقة يا أخي وطهقانة. اه ده بقى العذر اللي بتديه لنفسك عشان تضحكي على الناس وتبيع لهم الوهم. أنا مش ببيع الوهم، أنا بطمن الناس، أنا بديهم الأمان. طيب خلاص بقى خليكي في الناس وسيبك مني أنا بقى خالص. طب أراهنك أنا أقدر أعمل في دقيقة اللي أنت ما تقدرش بالعلم بتاعك تعمله. إزاي يعني؟ مش فاهم. شايف أستاذ حمزة؟ الراجل اللي واقف هناك ده صاحب البيت. ماشي اه ماله؟ اقدر اخليه يكتب لي شيك بمليون جنيه لاي جمعيه خيريه. طب لو خسرتي الرهان؟ هبطلها خالص واقعد في البيت واتسد. لا ما تبصليش كده، اكيد مش هتجوزك انت. انا ما بصيتلكيش. ايه التلاكيك دي؟ ولو كسبت الرهان هتعترف قدام الناس دي كلها ان فراوله صح. ديل؟ ديل. استاذ حمزه، في جمعية خيرية اسمها كتف في كتف، كنا محتاجين نتبرع ليها بمليون جنيه بس. جوزك ده بجد ابتديت احبه جدا. مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا مبسوطين. حابب اعلن بمناسبة الحفلة اني بتبرع بمبلغ مليون جنيه لجمعية كتف في كتف تحت رعاية واشراف العالمة فراولة. متشكرة متشكرة. عملتيها ازاي دي؟ هموت واعرف. والله انا نفسي مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ قولي لي بجد عملتي ايه؟ انا رحت له وقلت له ان انا اديت لمراته حجر الكرب. والحجر ده لو هو ما اتعدلش وما مشيش عدل هينتقم منه. وهو صدق؟ ايوه صدق وما سألنيش هينتقم منه ازاي؟ من ساعتها الراجل ماشي زي الالف، ولا بيبص يمين ولا شمال، واي حاجه اطلبها منه بيعملها لي. انت تخاف منك بقى. اي خدمه. يلا انا لازم اسيبك، شدويني مستنيين. باي باي. سلام. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.